في المهندس عبد الرحيم المرسي نائب رئيس الغرفة التجارية للتوظيف. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. احنا النهارده بنتكلم عن الاقتصاد السري، وحابين حضرتك تكلمنا بشكل عام او تدينا مفهوم معنى الاقتصاد السري. هو بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتصاد السري اعتقد انه كل ما هو غير مقيد او غير منظور رسمي بالنسبه للاقتصاد الرسمي يعني. يعني كتير قوي في مصر انا بتفاجئ عليك، يعني لو اتفاجئت اتكلمت عن الاقتصاد السري هتلاقي له مجالات رهيبه جدا اعتقد اقوى او اكتر من الاقتصاد الرسمي بكتير قوي. يعني حضرتك مثلا في فتره من فترات شفت موضوع الدولار مثلا، يعني شوف تحويلات العاملين المصريين بالخارج كان كم رهيب جدا قبل قرار تحرير صرف سعر الصرف. كم رهيب جدا من العاملين بالخارج كانوا بيعملوا تحويلات بطريقه غير رسميه على الاطلاق، يعني يسلم فلوس في الخارج بره وهنا حد في مصر يسلمه الفلوس في بيته، ما بتدخلش اي طريق او اي شيء شرعي على الاطلاق ولا الدوله لها اي دخل بالقصه. فده من ضمن الاقتصاد، وكانت مليارات على فكره عشان تبقى فاهم. دي من ضمن الحاجات الرهيبه جدا اللي عالجها بنسبه كبيره، هو مش عالجها 100% تحرير سعر الصرف. عشان بس نكون منطقيين. عندك كتير قوي بقى، يعني مثلا معلش السايس، انت بتعرف ميزانيه كام سايس في مصر واقفين في الشارع؟ ده من ضمن الاقتصاد، غير الاقتصاد اللي هو السري او اقتصاد الموازي. الباعة الجائلين عندك عدد لهم؟ لا مفيش عدد. ولا عندك كم المبالغ الضخمة اللي بيتقاضوها يوميا؟ مفيش. طب في اقتصاد سري قوي جدا ما حدش واخد باله منه، اللي هو المتسولين. انت واخد بالك؟ فضلا عن اشياء كتير جدا بقى، البضائع اللي بتدخل بطريق غير رسمي عن طريق الحدود او عن طريق المنافذ غير الرسمية، عن طريق تهريب، كل دي بيدخل في الاقتصاد غير الرسمي. طيب بما ان حضرتك اتكلمت عن الكم، عايزين نعرف توضيحا بالتفصيل ايه هي اهم الاحصائيات المتعلقة بالاقتصاد السري؟ كلمة لو انت دخلت على احصائيات يبقى انت بتتكلمي عن اقتصاد رسمي، لان احصائيات انت بتعددي، يعني بتدي ارقام. لو دخلت على كلمة احصائيات معنى ذلك ان في ارقام، الارقام تدل ان فيه ان ده ما بقاش سري، بقى علني يعني. لا هو يعني انا في اعتقادي الشخصي